تحية طيبة لكم مشاهدي قناة شوف تي في ومشاهدي قناة شوف سبور فيما كنتم. مرحبا بكم في هذا المباشر. صباح الخير عليكم، صباح النور، صباح الورد لكل الناس اللي كيتبعونا. شكرا بزاف خويا حميد، هذه الكلمة هي اللي كتعجبني انا في الصباح. خويا الله يسخر، انت الله يسخر لك اخويا. شكرا بزاف اخويا حميد، تحية لفاطمة. شكرا للناس اللي كيتبعونا في المباشر، نتمنى ان شاء الله انكم تكونوا بخير وعلى خير. صباح الخير خويا محمود. تحياتنا لكاع الناس عبر قناتكم شوف تي في اي شوف سبور، كما جاء في العنوان ديال هذا المباشر قبل ما نلتحقوا بالعمل. ديما وداد، تحياتنا للسيمو اسامه فاطمه خويا حميد خويا خان. السلام عليكم، تحياتنا لكاع المتتبعين الزوينين اللي كيشوفونا في هذا الصباح. صباحكم مبروك، ان شاء الله نتمنى لكم التيسير والخير انطلاقا من الساعه ان شاء الله. هذه تقريبا 8 في توقيت المغرب المحلي. خويا اسامه تنتظر سعيد، ميرسي بوكو محمد. فاطمه ريف، شكرا، تحياتنا فاطمه. مهدي سلام، بالتوفيق ان شاء الله. شكرا رشيد خويا، ميرسي سمير، اللقب رجاوي ان شاء الله. ان شاء الله بيان سيغ، لانه البطوله يمكن هذا الموسم مختلفه على هذه المواسم هذو الاخيره. كاين واحد التنافس كبير تقريبا بين واحد 6 ديال الفراقي، كلهم عندهم الحظوظ مع العديد من المباريات اللي هي مؤجله. الرجاء الرياضي دائما في الصداره، يعني وعنده جوج ديال الماتشات مأجلين، كذلك فريق الوداد الرياضي اللي مازال عنده ماتشات مأجلين، نهضة سبركان اللي عنده تا هو ماتش مأجل ولا جوج ماتشات مأجلين، التالي كان هو كونتر الجيش الملكي. كاين مولودية وجدة اللي تعادل البارح تعادل، والثاني على التوالي لفريق مولودية وجدة بعد التعادل اللي حققوا ضد الجيش البارح، تعادل ضد بني ملال. صراحة ضيع جوج نقاط، لأنه هو في الصف الثاني الآن وراء الرجاء، فات الوداد. فريق كيعجبني صراحة، البارح تفاعلوا معنا الجماهير أنه فريق مولودية عنده مدرب كبير اللي هو الشيخة، كيلعب بطريقة زوينة. هادشي اللي بغينا إن شاء الله في المستقبل التنافسي على البطولة. الولاد البلاد، والله خويا إلا زعما شكرا لك بزاف، شكرا محمد، تحياتي. الرجاء روح قتالية فيها خويا سمير. بيان سيغ، شوف الرجاء عنده كل الإمكانيات هاد العام باش تلعب على البطولة والشامبيونز ليغ وكأس العرب. يمكن بزاف ديال الجماهير كانوا متخوفين، علاش؟ لأنه يمكن كانوا مع كثرة الإصابات واحد فترة من الموسم، الجماهير بدات كتخاف على الفريق. ولكن هاد التشكيلة هادي وهاد التوليفة ديال الرجاء الرياضي يمكن عندها حماس أكثر، يمكن عندها روح قتالية أكثر، فهي اللي خلات أنه الرجاء يتصدر البطولة. خليكم معنا، تحياتنا لكاع الناس اللي كيتبعونا، نتمنى إن شاء الله تكونوا على خير. الرجاء إن شاء الله، إبراهيم الرجاء إن شاء الله، شوف كما قلت لك عندها الإمكانيات، شأنه في ذلك شأن الوداد الرياضي، لأن الوداد أكيد مع عودة اللاعبين ديالو المصابين إن شاء الله كنتمناو الشفاء العاجل اللاعبين ديال الوداد وكذلك اللاعبين ديال البطولة الاحترافية كلهم باش يكونوا في صحة جيدة إن شاء الله. فغادي يرجع الوداد قوي، حنا بغينا الوداد يرجع يعني كما كان، والرجاء يكون في الطوب ديالو، ومولودية وجدة يكون في الطوب، ونهضة سبركان والفتح والجيش، باش نشوفوا واحد التنافسية اللي هي كبيرة على المباريات ديال البطولة الاحترافية. تحية كبيرة للناس اللي كتبعونا في هذا المباشر، نتمنى لكم إن شاء الله أنكم تكونوا على خير.
ميرسي بوكو مغاربة كاملين. إن شاء الله هذه الجائحة غتمر ديال كورونا إن شاء الله. كنتمنوا إن شاء الله أنه كاملين تتحدوا. أسامة تحياتي خويا أسامة الزوين خويا. كما قلت لكم يعني إن شاء الله كنتمنوا أنه بالدعوات ديالكم ديال كاع المسلمين أنه هذه الجائحة تدوز باش ما ندخلوش في أوضاع صعبة إن شاء الله. هذا الشيء غادي يتطبق إن شاء الله بالاتحاد ديالكم أنتوما، الاتحاد ديال المغاربة كاملين، الاتحاد ديالنا إن شاء الله. حنايا كاملين مغاربة نكونوا قد المستوى في هذه المرحلة الصعبة، لأن هذه المرحلة اللي جاية يمكن في نظري صعيبة من اللي كانت، تسجيل حالات كثيرة ويمكن الناس ما مابقوش ملتزمين كما كانوا في الأول. نتمنى إن شاء الله مع عودة يعني الناس للرشد ديالهم أنهم يتحدوا ما بيناتنا باش ندوزوا هذه المرحلة، باش ما ندخلوش في مشاكل نحن في غنى عنها. شكرا بزاف الناس اللي تبعونا، ميرسي بوكو. ان شاء الله تلاقى من الساعه الخامسه. مرحبا بالناس اللي عندهم مع الكره، شوف سبور مع الخمسه ان شاء الله، ايميسيون سبيسيال على البطوله الاحترافيه لكره القدم. شكرا بزاف، تحياتي هشام خويا الرجاوي. الرجاء هي اللي كاينه واخا يديروا اللي دار. تحياتنا للرجاء. شوف الرجاء كيبقى فريق كبير، والوداد فريق كبير، والجيش فريق كبير، ونهضة بركان فريق كبير في هذه المرحله هذه. احنا دائما كنقولوا انه بغينا البطوله يكون فيها التنافسيه. البارح كان عندنا حوار مع سي سعيد ناصري رئيس الوداد، كذلك العصبة الاحترافيه، اكد على انه هذه المرحله هذه يمكن من افضل المواسم في البطوله، انه عندنا خمسه ديال الفرق كلها عندها الامكانيات باش انها تفوز باللقب. شكرا بزاف اخويا، هذا اللايف من روداني، دابا خصني ندخل الخدمه هذه 8. كنشكركم كاملين، ميرسي بوكو، ان شاء الله تكونوا على خير، ديما دعوا معنا، الله يجزيكم بخير والله ييسر لكم الامور. تحياتي.